السلام عليكم يا جماعة، شايفين ده الأمر كامل، ودي فرصة إن احنا ننظر ليه. وهو دلوقتي هينمي القدرات بتاعتنا، هتنمي القدرات بتاعت 4 و5 و6 الشكرات، قدراتك الروحية والبصيرة هتقوى لو انت شفت الامر ده. يعني بيقول لك بص ليه كويس، وده الامر كامل. قبل كده قلت لكم ان الامر حصل فيه قال، لكن انا خدت التاكيد من ربي ان الامر دلوقتي كلير ونقدر نستخدمه. فالامر دلوقتي رباني، ما فيهوش اي حد ولا في اي كائنات زي ما كان حصل قبل كده، بقى نضيف تماما. ف بصوا للأمر، ادعوا دعوة ليكم وللأرض بحب إن الكل يعيش بسلام، ونخلص من الدوامة اللي احنا فيها دي من الاستعباد، ونخلص من دوامة الأمراض اللي احنا فيها. فمشكورين استخدموا الأمر، حان الأول نستخدم طاقة الأمر خصوصا في الثلاث أيام دول، وأنا ما حبيتش أفوت هذه الفرصة. يعني تحياتي ليكم وأنتم الأمر، عشان انتوا قمر فعلا. السلام عليكم.